بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي، هذا الروتين هذا هو يصلح للموظفات، لأنه فيه يعني كيفاش نحضروا عدة أشياء في وقت قصير، وجبات وأشياء تسهل علينا المعيشة وتسهل علينا الروتين ديال الأيام. وفيه الطلب اللي طلبوني البنات، حطيت لهم في آخر الفيديو. نتمنى تستفادوا من هذا الروتين هذا. وني بكم حبيباتي، غادي نديرو دابا الغداء ديالي. غادي ندير واحد الغداء صحي ساهل خفيف، ونفس الوقت تقدري ديري منه الا بقى لك كديري شوربه، يعني ما تضيعي حتى شي حاجه. هنا درت حبه ديال البطاطا، واحد العود ديال الخيزو، واحد القرعه، وداكشي اللي بقى ليا من الشوفلور درت منه ثلاثه المرات، درهم، تصوروا درهم، وواحد العود ديال اللفت فقط، واحد شويه ديال المعدنوس غنخلط شويه معاه، شويه نخلي للتزيين، شويه ديال التوابل، شويه ديال الملح، واحد الملعقه ديال الزيت. كاينه الحرشه ديالي كترتاح للكوتي والفطور، يعني كتبقى لنا يومي 4 ايام هكاك خمسه. وهنايا عندي خبزه، هذه كتديني شي 5 ايام حتى هي، الخبز ديال الحب اللي وريت لكم. هنا درت غير وحده، كنشد هاد الخضره ديالي، كنشد هنا الزيت والتوابل، كنخلطهم، كندير معاهم شويه ديال الربيع، وغادي نبدا بالحاجه اللي كتجي واعره في الطياب. غندير حاجه بحاجه، ما نخلط يعني، غندير نحطهم في الكوكوت مفرقين. الخطا هو كنخلط كل شيء في معون، دائما كندير بحال هذا الخطا هذا. الزربه السرعه، انا كنخدم بسرعه لانه كيكونوا عندي اشغال بزاف، طلبيات من الحانوت، المونتاج، الدار، هذا كنقول بلاتي خديجه غير زيد، يلا 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 يلا، وكنزرب بسرعه. هذا هو صافي، كنديرو بحال هكا، غنهز وغنحطو في الكوكوت في واحد البلاصه. هذا غادي نقص عليه النار بدون اي ماء، ما يطيب لا بالماء لا بوالو، غتبغي ديك الميه ديالو. غادي ندير دابا بطاطا، نحيدها عليا، هي واحد الحبه ديال البطاطا. هاد الخضرة حبيباتي واخا كطيب، هاد البطاطا ما غاديش تقصاح، كتبقى رطيبة، ماشي بحال ديال الطاجين وديال المرقي اللي درتيها في الماء، لأنه كتكون طيبة في الماء. هنا غادي ندير، المهم غادي نكمل هادشي بسرعة، كنعرف نخدم أنا بشوية وكتسمعوني حبيباتي. درت خيزو، اللفت، درت عليه القرعة، درت الشو هنايا، ودرت البطاطا، درت عليها شوية ديال المعدنوس، غنخليها بعد التزيين. غادي نسدو، الا بغيتو تزيدو واحد الرويز ديال الثوم تلوحوه بالقشره ديالو، ولكن انا بيا بغيت هذا نخليه باش ندير الشوربه، يعني اللي بقى لي نديرو الشوربه، وما كنبغيش الثومه في الشوربه. غادي نسد عليها الكوكوت بدون ماء، غادي نقصو عليها، وما درتش البصله، الا لاحظتو ما درتش البصله. غادي نسد عليها، نقص عليها، ونخليها طيب على نار مهيله، هي غتطلق ديك الخضره، غتطلق الميه ديالها. ندير لها دابا الصفاره، وغادي ندوز نقرص الحرشه وندير الخبزه ديالي في الطاوله. هيا حبيباتي، الطاوله اللي طيبت فيها داك النهار الخبزه، هذه اليوم درتها شويه سائله، شوفوا بحالاش هكا، غادي نخويها في الطاوله. حبيباتي، غطيت الخبز ديالي كيخمر، ومشيت هنايا كنقرص الحرشه ديالي. كلكم كتعرفوا بحالاش، راه كنحطتها في القناه، هاد الحرشه هذه من قناه الشيف ابراهيم ايدو حميش، رائعه، اقتصاديه ولذيذه لذيذه لذيذه. انا هو كيدير العسل، مرات انا كندير المربى فيها، كتجي رائعه حبيباتي. هنا غندير جوج غراتان ديال الدنجال، هاد الدنجال ما غنشويه، ما غنطيبو، ماشي غيطيب في هاد الصلصه. هاد الصلصه ديال الدار ديال مطيشه، فيها شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الفلفله خضراء، كنشاطلي داكشي شاطلي من الخضره، شويه خيزو قشور مطيشه، وعودان ديال المعدنوس كانوا شاط ديال الكرافس عفوا من رمضان، كنت ليحتهم في الكونجيلاتور، طيب داكشي كامل. واحد ورق سيدنا موسى طحنتو، درت له شويه ديال الزيت، ودرت وشويه ديال الملح، وخليته صبرته، كنت مصبرته في الثلاجه، درته في واحد الباطه، درته في الكونجيلاتور عفوا. ها هو خرجته. هذا الطون ديال العلب، واحد العلبه كبيره كنصيفطها للوالده، كنت مفرقته في علب ودرته في المجمد، خرجته. هنايا عندي واحد شويه ديال الزيت، هنا عندي ثلاثه ديال الملاعق كبار، هذوك الملاعق اللي كنعبر بهم انا، عندي شويه ديال المعدنوس اللي درت منه الغداء بقى لي هنا، شويه ديال التوابل، شويه ديال البزار، عفوا الملح. هنا غادي نشد، غادي ندير شويه ديال الزيت، ما غنديرش كامل لاني غندير جوج غراتان
فهمتوا، واحد كبير واحد صغير شويه. عقلت دوك الدنجالات انا شعلش على الفران، نسالي نحيد عليا هذا الشيء ويبقى لي، لاني انا بحالي بحال الموظفه كنخدم خدمه ديال اليوتيوب، كنخدم خدمه الطلبيات وكنخدم خدمات ديال المول الحانوت، يعني راه بحالي بحال الموظفات. كنجيو لهاد الدنجال ديالنا كندوزوه كامل في هاد بحال هكا في هاد الزيت الزويته، واخا دهنوا غير بالشيته غير انا ما نسالياش. المهم كنصدفو بحال هكا عشوائي، صافي. غادي ندير عليه شويه ديال الطول، الفران شاعل شاعل ما نضيعوش الكاس. غادي نرجع نكمل الدنجال ديالي. غادي نجي دابا ندير شويه ديال الطون عشوائي هكا، عندكم الطون شويه ديال الكفته تحكو شويه ديال لادان، ما بغيتو ديروه ما ديروه. المهم اكلات اقتصاديه في الوقت، تنظيم الوقت. صافي غادي نجي دابا ندير هاد الصلصه بحال هكا. ما عندكمش هاد مطيشه جوج حبات مطيشه كبار، طيبوهم في كاسرونه بشويه بواحد ربع كاس د الماء حتى يطيبوا، والقشور ديال المطيشه طحنوهم مزيان شويه المعدنوس وتبليهم. وها هو غادي نخلي هذا دابا نمشيو ندوزو للاخر. حبيت هاد الطواجن ديال الفران غطيتهم فاش قديت هذيك الصلصه عليهم، داكشي درت شويه المعدنوس وغطيتهم بورق الفرن ودرت لهم ورق الالومنيوم، وكندخل هذاك الورق الالومنيوم لداخل باش ديك الميه هذاك البخار اللي غادي يجي على داك الورق ديال الفران يرجع له باش يطيب داك الدنجال. الفران كان سخون، طابت الخبزه، طابت الحر، طابت الحرشه هي الاولى، طابت الخبزه ودرت من بعدها الكغاتان ديالي بجوج في دقه، يعني استغليت السخونيه ديال الفران، استغليت الوقت باش يكونوا عندي وجبات واجدين ديال الاسبوع. هادو كلهم انا مبرمج لهم في الاسبوع ديالي، داكشي علاش تقديت الخضره، يعني الخضره كنتقداو كيكون برنامج ديالها. كيباتي هنا غندوزو لتوفير الوقت، توفير التعب، يعني ما نتعبوش يكون عندنا حاجه جاهزه، وفي نفس الوقت الاقتصاد، كتلقاي الحاجه رخيصه كتجيبي تخزنيها. شنو كنخزنوا؟ الاشياء اللي كتخزن. البنات اللي كيقولوا البصله والثوم ما كيجوش في المجمد راه غلط، دخلوا القناه اكل وشرب ديال واحد الدكتور مصري راه كيتكلم عليها، وكاين واحد العراقي، وكاين بزاف د الناس تكلموا على الثوم وعلى البصل ما كت وكتباع مجمده يعني في الغرب. هنايا كنطحنها بالزيت، هنا هي غير الا جات في الثلاجه الثوم ممنوع يجي، يعني الاطباء كينصحوا او خبراء التغذيه كينصحوا ممنوع ديري الثوم مطحون في الثلاجه، وحتى صاين ما ديريش في الثلاجه. حتى انا كنت كنديرو في الثلاجه هكا صاين، كنخبع شي رويصات في الثلاجه في التحت مع الخضره، قال لك كيتسمم. والحاجه الاخرى لقيت في قناه لطيفه الشاف لطيفه، بالله الثوم بقشور ديك القشره اللي كتكون حمراء عليه كتحافظ عليه من الاكسده، يعني ما كيتاكسد. هنا حبيباتي لقيت الثوم جبته شديته، غادي نقيه، غادي نطحنه في الطحان، وحتى يتطحن عاد غادي نضيف له الزيت يتخلط معاه، وغنديرو في علب وغادي ندخلو للمجمد بسرعه وقت ما بغيت داك الزيت ما غيتخليه يتجمد. حبيباتي الغاليات 250 غرام ديال الفينو، 250 غرام ديال السميده الرقيقه كيعطونا 29 حبه ديال الحرشه كبارات شويه، ماشي دوك كبار ولكن كبارات، وحده كتكفيك الفطور او الكوتي وكتجي زوينه، نتوما تحمرت زوينه ما شاء الله. حبيباتي فاش جمعت الحرشه ديالي هنا تشوفوا الفران، الكغاتان ديالي طاب، درت له الفرماج، كندير الفرماج وكنخرجو. هنا كتشوفوا الخضره طابت، ما درت لها حتى ما ساده على دير الصفاره وناقص عليها النار. هذيك بطاطا ما كتقصح واخا تبقى تبات طايبه هكاك، لان ما كطيبش في الماء، ديك اللي كطيب في الماء هي اللي كتقصح لينا من بعد فاش تبرد، كتجي فتيه زوينه. وهنايا ها انتما تشوفوا الحرشه، الخبزه ديالي طابت، الكغاتان ديالي طاب، والغدا ديالي فيه قوت منه شوربه وغنصاوب منه ونتغدى منه الحمد لله، اللهم يدومها نعمه علينا. الغالي تانتوما كتشوفوا هذيك البطاطا كتجي رطبه رطيطه زوينه وحلوه، هذيك جربوها حبيباتي، جربوها جربوها جربوها. هذه معتمده عندي سنين حبيباتي الغاليات، باش نصاوبوا هاد الدره ديال الشعره هذه اللي كنشدوا بها، او الزيت ديال الراس ديال الحمام اللي كتكون فيها هاد الخطوطه هادو بحال هكا. ومشنو من هنايا انا كنديرهم غير بحال هكا، كندير ومرات كنديرهم بالكروشي، كنخدم بالكروشي الخيط بالكروشي. كندير لهم شفتو هاد الصوفه هاد اللي كنتو شفتو داك النهار عندي، هادي كنشد غير واحد الخيط ما كنشدش جوج، كنديرها هنا وكنديرها نزين بها هنايا كي
كما قلت لكم كنت كندير الاحمر مره الخضر وليت كندير الغوص. هادو هما الدرات عندي كنديرهم العائله ديالي بحال كنفاش كنكون جالسه نتفرج ولا شي حاجه ولا نسمع شي محاضره شي كنبقى نخدمهم ساهلين ما كيشدوش معاك الوقت وغير شي حاجه تلهي حتى هما اصلا ما كيتباعوش غاليين. البنات بغا يديروا فيهم يبقاو يبيعوهم راه شي حاجه ساهله غادي نوريكم دابا شنو ديروا. كتحتاجوا 80 سنتيم على 80 ديال حياتي شفتوا 80 على 80. كتحتاجوا المترو كتحتاجوا القلم كتحتاجوا المقص وكروشي الا بغيتوا تخدموا هذا بالكروشي بغيتوا ديروا غير بالبرا. انا مؤخرا وليت كندير غير بالبرا. كتحتاجوا لهذا الحرير هذا شنو اللوين اللي بغيتوا والصوفة. انا علاش غادي ندير هذا وهذا هذا هو اللي كنديرو داخل الزيف والدرا سمحوا لي انا حرقني الفران داك النهار وهذا هو اللي كندير الحاشيه لهنايا. دابا اش غادي نديرو غادي نحيدو دابا هادو بجوج باقي ما بغيناهمش وغادي نحيدو هذا الكروشي غادي نشدو اول حاجه الميترو والقلم. اولا فاش كنشرو الثوب ما كيكونش مقاد كيكون هنايا شتو ما مقاد. اش غادي نديرو كنجيو للبلاصه العريضه نشوفو نقادو نقادو نجول دابا نخلوها هنا ونجول هذه اللي صغيره نجرو واحد الخيط باش نشوفو الحاشيه ديالنا فين هي. غنجر واحد الخيط وغادي نشوف واش هو هذا باش نقادو نقاد هذا الزيف ديالي. غادي نجر واحد الخيط غديرو بحال هكا هذا ديال العبار ماشي باقي ما غادي نبتو بالخيط او ندخلو فيه الخيط هذا غير باش نعرفو كنشد واحد شي حاجه نبقى نحطو فيها الخيط باش ما نلونو الدنيا. هذه هي الحاشيه ديالو هذه هي الحاشيه ديالو. دابا هذه هي باش تفهموا هذه هي دابا الحاشيه غادي تكون ديال الزيف هذا هو الطرف ديالو. غادي نجيو دابا هنايا نشوفوا هذا مقاد هذا ما كلاش لان كاين واحد الجهه كتكون جوج جهات مقادين وحده جوجات هما اللي فاش كيكون قطع الملتوب هما اللي ما كيجوش مقادين. غادي نجي هنا نحيد لانه كيعطينا دائما شويه ديال الثوب وافي يعني ما تخافيش. انا عندي هنا 82 على 85 يعني زايد 5 سنتيم فواحد الجهه وزايد 2 سنتيم فواحد الجهه. صافي دابا عرفنا الحد ديالنا. هي بيباتي كنقسموا دابا عرفنا هذيك البلاصه اللي حيدنا واحد الخيط من هنا وحيدنا واحد الخيط من هنا كنقادوهم وكنديروا بحال هكا الثوب ديالنا ها هو شفتوا. كنجي عاوتاني غادي نشد من عند هذيك البلاصه اللي حيدت الخيط منها وكندير ليه بحال هكا وغادي نجي ونقسمها شفتوا بحالاش. دابا هنا غادي نجي غادي نحيد واحد الخيط من هنا راه ضروري ما يجيو هادو عندي ضروري ضروري ما يجيو يديروا ليا يكونترولو شنو كنديرو خاصة إلا كان شي حاجة فيها الخيط راه كيديرو جوني تشيكو لا كتجي لعند المهم تقسمي على نفس المهم خاصك ديري هادوك الخويط هادوك الخيوط غتدخلوهم غنقسمو الزيف يا على 10 سنتيم 10 10 يا 8 8 يا 7 7 تمشي كل 7 كتحيد جري الخيط واحد شوية شتي غير جري وخليه ما عرفتوش غتفهموني لا انا كنديرها في الشكل ماشي بحال داكشي اللي تعلمت. واحد المره كنت ما عندي منديل ما كاين ما يدار شحال هذا دخلت النادي وتعلمت تعلمتهم في النادي تعلمت شي حاجه اخرى تريكو كنعرفهم باقي بنت نصاوب تريكو ولكن هذا الشيء ديال بحال هادو بحال شي فراشات ديال المطبخ وداكشي تعلمتها في النادي. كنديرو بحال هكا كنجر واحد الخيط سواء بالبرا الغليطة او بالمقص. غادي دابا نوريكم شتو بان ليكم دابا ها واحد ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة غيكونو عندي سبعة في الطول ديالو هكا. اش غادي نديرو دابا غادي نجرو هاد الخيط هذا وغادي نحيدو نحيدو كامل هذا غادي نعلم به نوريكم بحال هكا نحيدو هاهو شتو جريه كامل بشويه باش ما يتقطع حتى يتحيد كامل بقي ماشي معاه خاطر راه ما كيشد منك تصاوي في 10 ديال الدقائق هادو بعدا هما الحاشيه الاطراف ديالو هما اللي غيشدو معاك الوقت شويه نهار في نهار تقدري تصاوبي ثلاثه مع الشغل ديال الدار. علينا كيبان ما تخافوش كيبان لكم مجبد الا تقطع راه غادي يبان مجبد شتو
نبقى نجرب بحال هكا. حبيباتي الغاليات كنعتذر لاني سرعت هذا المقطع بالصوت ديالو، يعني غتسمعوا حتى صوتي مستعجل. علاش؟ لانه باش نفهم البنات طولت شويه، ولكن انا كنوعدكم بالله غادي ما قدرش نكمل هنايا، لانه في الاخير تشيكو برك ليا على التوب، ما خلانيش على الدره، ما خلانيش نكملها، والباتري ديال الكاميرا سالالي، وانا كان عندي اشغال كنت خاصني نديرهم. لهذا كنوعدكم غندير فيديو كامل لهاد الدره كامل بوحدو، يعني باش تلقاوه بوحدو. حبيباتي هاد الثوب هذا كان كيدير 5 دراهم، دابا راه غلا ولا 8 ديال الدراهم. تقدروا تصاوب، انا كنكون عندي كميه كبيره، علاش؟ كندير به الفرماج، كنصفو به عده اشياء في الدار، كنحتاجوه في المطبخ وكنحتاجوه للدريرات بحال هكا، كنبقاو نصاوبوهم للشعر ديالنا، للحمام والعائله ديالي فاش يبغوا يمشوا. هنا حبيباتي هاد الدرات هادو تقدروا تصاوبهم، ديروا فيهم مشروع، تحطيهم عند العطار، تحطيهم عند مولات الحمام، تحطيهم عند شي مول الحانوت، يتباعوا لك، فيهم دخل زوين. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ما عرفتش يبان لكم، ها اربعه، ها خمسه، ها 6، ها 7. اش كنديروا دابا؟ كنجيو دابا هنا ياك، كنشدو هاد الحرير ديالنا، كنعبروا على الطول ديال سميتو، نقطعوا واحد شويه وافي، يعني نزيدوا واحد 5 سنتيم او 6 سنتيم باش يشيط هاد الجي، وهاد الجي واحد شويه. غادي نزيد دابا، فاش نغطوا الحرير ديالنا خاصنا نشدو من هنا ومن هنا، نكونوا شادين من جوج جهات باش نعقدو هذا. بحال هكا باش ما يطيعش هذا الراس، راه معقود. شتو كنقسم انا هذا الحرير على جوج، انا ما كنديروش كامل، كنقسمو على جوج. شتو بحالاش؟ هما 4، كنشد جوج ونقطع من هنا، نخبع جوج لاني غادي نحتاجهم. كنعقدو واحد العقده وكنمشي معاه، نبقى ماشي معاه هكا، راه بطاطا حاضيني اي لحظه يقدروا يطيروا عليا يديل، انا شايفين الخير. كنشدو بحال هكا، غادي نجي دابا للزيت ديالي او الدره ديالي، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، سمحوا لي الا ما بان لكم نعاود لكم في فيديو اخر. غادي نجي نجر الخيط، ما نشدوش من هنا، هاد البلاصه كتجيكم واعره، وخاصه اللي البنات يلا اول مره غيديروا، كتجي كتجري هذا واحد الخيط بحال هكا ياك، كتشدي هاد الحرير، هذه هي اصعب حاجه في هاد الشيء، كديري بحال هكا، كديري هاد الخيط الابيض هنا وكتهزي الحرير كدوري وكديري بحال هكا، الخيط الابيض هو اللي خاصنا نعقدو على الحرير ماشي العكس، وكتعقدي هذا بحال هكا، تعقديه مزيان، اما الا عقدتي الحرير عليه ما يبغيش يدوز، كتعقديه مزيان باش ما يتفتحش. شتي صافي حبيبتي، شتو تعقد دابا بحال هكا؟ كنجو دابا هذاك الخيط كنتبعو، كنشدو وكنمشي لهذا الراس هذا، وغادي نشوف هو من هاد الجهه، دائما عقلي على الجهه اللي حيدتي منها، اليسار ولا اليمين، واجي هزي هذاك اللي على عند بحيت من هنا، شتي نزير ونقطعوا لهاد الجهه. صافي غادي نجي، ها هو دابا شديته من هنا، يا ربي نكون نعرف نشرح، وكتشدي من هنا لهنايا، كتشدي بيديك من هنا وكتشدي هذا تجري، انا غادي نجر، هانتوما شفتوا شفتوا بحالاش كيمشي بكل سهوله، شتو شتو دخل بكل سهوله. ها هو غادي نخليه، غادي نمشي للاخر ان شاء الله نعرف نشرح لكم، غادي نبعد باش تشوفوا، باش تشوفوا مزيان. دابا حيدنا الخيط الاول، علمنا به العبار، وغادي نجيو نحيدوا الخيط الثاني، هو اللي غادي نعقدوا فيه الحرير. الحرير قسمناه على جوج، جوج خويطات جوج خويطات، بغيتوا تخلوا 4 راه ممكن، غير انا كندير جوج جوج، وتقدري ديري بالصوف الخيط ديال الصوف هذا واحد ماشي جوج. كندير بحال هكا، غادي نشد الحرير اللي خبعت قبيله باش ما يهزو القطيطات، كنجو من هذيك البلاصه اللي ما فيهاش العقده، ها هي كندير بحال هكا، هذا خاصو يجي هنا، كنهز هذاك الخيط كندير له بحال هكا، نحطو عليه فوق منه بحال هكا، كنلوي الحرير بحال هكا، نشدو بهذا الصباع ونهز هادو بحال هكا، شفتو نشد هادو بحال هكا ونعقد هادو، هذه هي اصعب مرحله، هادي هاد العقيد هذا، كنشد هادو بهنا وكنزير هذا، شفتو بحال هكا نزير وكنعاود العقده. صافي عقدنا بحال هكا، كنشوفو دابا، نشوفو هذا كاين هاد الجهه، كاين هاد الجهه، غادي نجرب الخيط اللي مقلع معاه،
غادي نجرو ونشوف واش واحد. شفتو بحالاش حبيباتي كيتجر كل سهوله؟ ها هو شفتو. غادي نجو دابا للثالث. حبيباتي بعض الاحيان كان ما يعطيكم بزاف ديال المعلومات مره واحده، ولكن يا اما يجوا الفيديو الطوال يا اما كتكون ظروف بحال دابا اللقطيه شد معايا العنت قال لي كينعس على هذاك، وانا ما بغيتش يعني كنجري عليه كنجري ما بغاش برك عليه، وهذيك اللقطه للاسف ما تصورتش لان الكاميرا طفات في نفس الوقت، الباتري خاصو يتشارجا، غنتسنى الباتري يتشارجا وغادي نكمل عندي اشغال غادي نديرهم، وغادي نخرج غادي نجيب شي اغراض لانه عندي طلبيات غادي نوجد الاشياء ديالهم بالليل باش بالصباح بكري نفيق لهم من الصلاه الفجر نقادهم الغدا ديال شي ناس طالبينه. لهذا حبيباتي ما قدرش نكمل لكم هذا الفيديو، ولكن كنوعدكم راني موجده كل شيء، هاد الاغراض هادو راه فوق الطبله، غير ان شاء الله سميتو غادي نصور لكم فيديو خاص ونحاول نديرو مختصر للبنات اللي بغاو غير هاد الدرات هادو راه زوينين، وان شاء الله الشرح ديالي يكون وصلكم. وني بكم وراني نحبكم كامله.